مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وكواليس مباراة الأهلي والوداد المغربي طبعا ضمن مباريات دوري أبطال أفريقيا. معايا في هذه اللحظات المستشار محمد خليل نائب السفير المصري بمملكة المغربية. برحب بك يا سيادة المستشار وكل سنة وأنت طيب. أهلا بيك وأهلا بقناة الأهلي، برحب بيكم في المغرب باسم شخصيا وباسم السفارة طبعا، وبرحب طبعا بالنادي الأهلي العظيم في المغرب. عايزين نتكلم على الاستعدادات والترتيبات لاستقبال بعثة النادي الأهلي هنا في المغرب استعدادا لمباراة الوداد. بالنسبة للاستعدادات، احنا على اتصال من بدري بفريق الأهلي وفريق الوداد، تم عمل الاستعدادات اللازمة من الناحية الإدارية وناحية الإقامة، وتم ترتيب الإقامة بالنسبة للفندق، والتأكيد مع نادي الوداد بخصوص عملية الانتقال سواء من المطار للأوتيل والملاعب وتجهيز الملاعب للتمرين في نفس الوقت حسب الاخطار اللي جالنا من النادي الاهلي وحسب خطة التدريب اللي هو هيبقى في تمرين اليوم على ملاعب الوداد الساعة 11 مساء، وغدا ايضا 11 مساء على الوداد، واليوم اللي بعده اليوم اللي قبل المباراة هيبقى على ملعب المباراة نفسه. ابرز العقبات اللي ممكن تكون واجهتوها خلال الاستعداد لاستقبال بعثة النادي الاهلي كانت ايه، وازاي تم حلها قبل وصول البعثة؟ والله عشان يعني اكون صريح، ما فيش عقبات واجهتنا لحد دلوقتي الحمد لله. فريق النادي الوداد ابدى تعاون معهود، ويعني احنا استقبلنا قبل كده فريق الزمالك برضو العام الماضي في سبتمبر، ويعني ده اللي بنعهده بصراحه من الانديه هنا في المغرب، دائما بيبقوا مرحبين وبيبدوا كافه التسهيلات اللازمه وكافة أوجه التعاون لتهيئة الأجواء المناسبة للفرق المصرية اللي بتيجي هنا في المغرب علشان إقامة المباريات المختلفة. فما أقدرش أقول إن في معوقات معينة قابلتنا، أنت كنت معانا من أول ما وصلتوا. الوداد حقيقة قدم لنا كل التسهيلات الممكنة.